انا بقى عرفت ايه ان انت مزاجك شاي كشري، قلت اما اعمل لك معاك. ايه يا بكاش، هو انت فيك حيل؟ لا خلاص انا بتزف كل دلوقتي، علقة تفوت ولا حد يموت. عارف يا واد يا بودة مين اللي عودني على الشاي الكشري ده؟ ابوك الله يرحمه. كنا نقعد مع بعض هنا في الترا ونشرب الشاي. سبحان الله، كان هو اللي قاعد قدام. عارفه ابويا ده بقى، امي عمرها ما كلمتني عنه خالص، بس انا عذرها يعني الصراحه الست برضه، هو سابها في وقت مش حلو. الله يرحمه يا ابني، الله يرحمه. هو صحيح يعني ظلمك وظلم والدتك، بس هو دلوقتي بين ايدين ربنا، يعني لا هيعرف يدافع عن نفسه ولا يشرح هو كان بيعمل كده ليه. يلا الله يرحمه، ما يجوز عليه الا الرحمه. مش تعرف يا واد، انت فيك حته منه وانت فيك حته من امي. ايه؟ مش قصدي في الشكل، انا قصدي في الحنيه يعني والطيبه. بص يعني الصراحه هموت واشكرك بقالي كتير، بس مش عارف ازاي يعني انت مأكلاني عندكو ومشرباني عندكو واخده بالك مني، فحسيت كده عارفه ان انا امي رجعت تاني بعد ما كنت اتعودت على اليوتيوب. ادي خايف يعني كنت هسيبك يعني سايح في دمك بعد ما قطعوك؟ قطعوني؟ بس انت خايف، ما عرفتش يا ولد تجري منهم؟ ما لحقتش والله مرات ابويا.